للمزيد من المتابعة والتحليل حول هذه الزيارة وأهميتها ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان السيد سامر خير أحمد الخبير في الشؤون الآسيوية. سيد سامر أهلا بك. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بخير. سيد سامر أولا أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت للرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية. الأهمية الأولى لهذه الزيارة تنبع من الاحتقان الواقع في شرق آسيا بين الكوريتين والحشد الأمريكي العسكري للضغط على الصين، كذلك اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية. لولا هذه الظروف العسكرية في كل من شرق آسيا وشرق أوروبا لا ربما كانت زيارة أقل أهمية، لكن اليوم هذه الزيارة في هذه الظروف ثم أن الرئيسين الروسي والكوري الشمالي وقعا اتفاقية شراكة استراتيجية بين البلدين، من الواضح أن موضوعها الرئيس هو الموضوع العسكري، لذلك الزيارة مهمة جدا، هي تمثل حلقة أساسية في الصراع الدولي بين القوى الدولية على شكل النظام العالمي وسعي روسيا للتأثير على انفراد الولايات المتحدة بزعامة النظام الدولي، وكذلك أيضا يعني في ظل الصراع الكبير بين الولايات المتحدة والصين على شكل النظام الدولي، وإن كانت الصين ليست شريكة لكل من روسيا وكوريا الشمالية في هذا التعاون العسكري. ما الذي يريده بوتين من كوريا الشمالية بهذه الزيارة في هذا التوقيت، وما الذي ستجنيه كوريا الشمالية من روسيا أيضا جراء هذه الزيارة؟ التعاون الرئيسي بين البلدين أن روسيا تريد أن تحافظ كوريا الشمالية على تزويدها بالذخائر. الولايات المتحدة أيضا تتهم كوريا الشمالية بأنها تزود روسيا بصواريخ باليستية تستعملها ضد أوكرانيا. إذا الموضوع الرئيسي أن روسيا تريد من كوريا الشمالية مواصلة تزويدها بالأسلحة وبالذخائر. بالنسبة لكوريا الشمالية هي تريد أن تقوم روسيا بمساعدتها تكنولوجيا في تطوير صواريخ الباليستية. نحن شهدنا على مدار السنوات الأخيرة أن كوريا الشمالية قامت بتجربة مجموعة كبيرة من الصواريخ وإطلاق صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى وبعيدة المدى، هذا طبعا يشكل خطورة كبرى ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية في التنافس بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، لا أيضا يشكل خطورة على الولايات المتحدة نفسها، لأن الصواريخ الكورية الشمالية بعيدة المدى يمكن أن تصل شواطئ الولايات المتحدة. كذلك هناك أهداف استراتيجية لدى كوريا الشمالية من علاقتها مع روسيا، هي هناك امدادات للتكنولوجيا المتعلقة بالغذاء، وهذه قضية أساسية بالنسبة لكوريا الشمالية التي تتعرض لحصار دولي منذ عام 2006 منذ إعادة تطوير برنامجها النووي. إذا العلاقة بين البلدين هي علاقة استراتيجية خصوصا في ظل الظروف العسكرية الحالية، وعلينا أن نلاحظ أنه الولايات المتحدة ربما لم تكن تتوقع أن يكون هذا الذي يجري اليوم بين روسيا وكوريا الشمالية هو أحد نتائج حشدها العسكري في شرق آسيا ضد الصين. منذ أن وصل الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض هو استراتيجيته كانت الضغط على الصين لمنعها من التحول إلى قطب عالمي يؤثر على انفراد الولايات المتحدة بالنظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، ولذلك يعني هناك كان هناك حشد عسكري واضح، هناك لغة خطابية صدامية مع الصين تتهمها بنيتها ابتلاع تايوان، وكذلك اتفاق عسكري مع كوريا الجنوبية واليابان ومناورات عسكرية متكررة الولايات المتحدة قامت بها ليس فقط مع حلفاء تقليديين وإنما أيضا مع دول أخرى، مع الفلبين، هناك تقارب مع فيتنام، هناك يعني نشاط في بحر الصين الجنوبي، إضافة طبعا لعلاقتها مع أستراليا وجزر المحيط الهادئ. إذن الولايات المتحدة حشدت ضد الصين على مدار السنوات الثلاث الفائتة، ربما لم تكن تتوقع أن تكون إحدى نتائج ذلك هذا التطور في العلاقات الكورية الشمالية الروسية التي يمكن أن تؤثر سلبيا على حالة شبه الجزيرة الكورية، على مدى تفوق كوريا الجنوبية في الاستعداد لأي احتكاك بين الكوريتين، كذلك أيضا على قدرة الولايات المتحدة على الضغط على الصين في مثل هذه الظروف، لأن هناك علاقات اقتصادية نشطة طبعا مع روسيا. صحيح أن الصين حتى الآن ترفض
سياسة الأحلاف ولا تريد أن تقيم حلف شرقي على طريقة الحرب الباردة، لأنه هذا يتعارض مع مصالحها في العالم خاصة مع أوروبا، يتعارض مع خططها المستقبلية التي تسميها الصين التحديث على النمط الصيني، تريد من خلالها أن تصل قبل منتصف القرن لتصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم. هذا طبعا ينعكس سوف ينعكس على شكل النظام الدولي وبالتالي على التنافس الدولي مع الولايات المتحدة. هذا طبعا الصين حتى الآن هي تعزل نفسها عن هذا الاتفاق العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وإن كانت روسيا ترغب طبعا بانضمام الصين لها في هذا الجهد. وبوتين بعد ذلك بعد انتهاء زيارته إلى كوريا الشمالية سوف يزور فيتنام، ومن الواضح أن روسيا تنشط في المنطقة من أجل التصدي للنفوذ المتزايد للولايات المتحدة في الدول الواقعة على بحر الصين الجنوبي وكذلك في شرق آسيا، وعلاقتها العسكرية التي باتت أكثر تجذرا مع كوريا الجنوبية واليابان. سيد سامر، الرئيس بوتين قبل نحو 10 أيام أو أسبوعين كان قد هدد دولا غربية التي تقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة تستهدف مصالح روسية. كان بوتين قد هدد هذه الدول الغربية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنه سيقوم أو أن روسيا قد تقوم بتزويد دول معادية للدول الغربية بأسلحة تكون قادرة على الوصول إلى أراضيها وبصواريخ متطورة. هل من الممكن أن يكون في هذه الزيارة مدخل لمثل أو تطبيق لهذا التهديد الروسي بإمكانية تزويد كوريا الشمالية بأسلحة متطورة، خصوصا أنها ينطبق عليها المواصفة التي ذكرها بوتين من قبل بأنها دولة معادية للدول الغربية، ومن ثم من الممكن تزويدها بأسلحة روسية متطورة تكون قادرة على استهداف مصالح غربية والأراضي لدول أوروبية وغربية معادية، أو تقوم بتزويد أوكرانيا بأسلحة لاستهداف أراضي روسية؟ نعم، هو الاتفاقية التي جرى توقيعها أمس، الاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين كوريا الشمالية وروسيا، يعني مبهمة، ليست واضحة، غير معلنة ما هي تفاصيلها وما هي موضوعاتها. هو الذي جرى الإعلان عنه أنه جرى توقيع اتفاقية فقط، أما ما هو مضمونها هذا لم يتم إعلانه حتى الآن. لكن طبعا التقارير الغربية والحديث الغربي يقول أنه هذا التقارب بين روسيا وكوريا الشمالية سوف يفضي إلى أن تقوم روسيا بتزويد كوريا الشمالية بتكنولوجيا حديثة، هذا سينعكس على قدرتها الصاروخية وقدرات تهديد المناطق الأخرى، يعني بما في ذلك المناطق البعيدة عن شبه الجزيرة الكورية، وبالتالي طبعا هذا يعني يمثل خطر كبير بالنسبة للغرب. لكن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أنه الاتهامات الغربية لكوريا الشمالية وروسيا لشكل التعاون بين البلدين هي مستمرة قبل توقيع هذه الاتفاقية. كما تفضلت، هناك خشية من أنه كوريا الشمالية تزود روسيا بأسلحة متطورة، يعني بصواريخ باليستية إضافة للذخائر. طبعا كوريا الشمالية تزود روسيا بالذخائر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، الاتهامات الآن بأن كوريا الشمالية أيضا تزودها بصواريخ باليستية، وبالمقابل أن روسيا تشرف على تطوير التكنولوجي لبرنامج التسلح الكوري الشمالي، هذا يعني تغيير في موازين القوى في المنطقة. لذلك الرئيس بوتين كما تفضلت يعني يرد على قيام الولايات المتحدة وحلفائها في الغرب بتزويد أوكرانيا بالأسلحة بأنه يهدد ب. فقدنا الاتصال مع السيد سامر خير أحمد الخبير في الشؤون الأسيوية، والذي كان معنا مباشرة عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.